اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مصاب بالدوالي يا ترى هتتصرف ازاي؟ ده موضوع حلقة النهاردة. وبالمناسبة ان اغلب الادوية سواء الادوية الكيميائية او العشبية ما بتقدمش النتيجة اللي انت بترجوها. تابعوا معانا النهاردة علشان تعرفوا احسن علاج للدوالي. لكن الاول قبل تقديم العلاج، ايه هي وظيفة الاوردة في الجسم؟ وظيفة الاوردة هي نقل الدم من اصابع الايدين والرجلين وترجعهم للقلب من تاني. القلب بيدفع الدم من خلال الشرايين للجسم كله علشان ترجعه الأوردة من تاني من الجسم للقلب مرة أخرى. أهم الفروق ما بين الشرايين والأوردة إن الشرايين بتحتاج القلب لضخ الدم جواها، لكن الأوردة ما بتحتاجش القلب خالص في ضخ الدم. هي بتحتاج العضلات بتاعتها علشان تقدر ترجع وتحرك الدم تاني من عندها للقلب مرة تانية. وعلشان كده لو انتوا في حالة خمول، ما بتتحركوش كتير، ما بتمارسوش اي رياضة، شغلكوا عبارة عن الجلوس ساعات طويلة، ففي الغالب انتوا هتصابوا بالدوالي. لكن في اسباب تانية للدوالي زي الحمل، فيما يتعلق بنسبة الاستروجين جوه الجسم، وكمان وجود جنين جوه البطن بيكبر وبيأثر على الاعضاء اللي حواليه، وكمان بيضغط على الدورة الدموية ويأثر على نشاطها. كل الاسباب اللي اتكلمنا عليها دي بتأثر على الدورة الدموية وبتأثر على الأوردة، وعلاجها هو ممارسة التمارين الرياضية يوميا، وخاصة رياضة المشي اللي بتساعد بشكل كبير جدا على عودة الأوردة إلى شكلها الطبيعي. لكن بعض مصابين الدوالي بتبلغ حالتهم من السوء إن هم لازم يعملوا عملية جراحية علشان يستأصلوا الدوالي اللي هي حالتها متأخرة جدا، والدكاترة بيستبدلوها بأوردة تانية علشان تعوض الفاقد. لكن إذا كانت المشكلة من الدرجة المتوسطة أو الدرجة البسيطة، فعلاجها هو ممارسة التمارين الرياضية وخاصة رياضة المشي، ومشكلة الدوالي هتتحل تدريجيا في خلال سنة أو سنتين على الأكثر. أما بقى عن الدوالي السطحية، علاجها برضو صحيح نفس الشيء وهو الرياضة بشكل يومي، لكن علاجها كمان بيختص بالتغذية. كل لما نهتم بالتغذية بتاعتنا وخصوصا فيتامين سي مع ممارسة الرياضة اليومية، الدوالي السطحية هتختفي تدريجيا من جسمك. لكن بالمناسبة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو علاقة أقراص فيتامين سي اللي في الصيدليات مع ظهور الدوالي السطحية على جسم الإنسان. أقراص فيتامين سي اللي في الصيدليات هي عبارة عن حمض الأسكوربيك أسيد، وده جزء من فيتامين سي مش مركب فيتامين سي بالكامل. وعلشان كده الناس اللي بتعتمد على فيتامين سي ان هي بتحصل عليه من الاقراص، ده بيؤدي بيهم مع الوقت لنقص فيتامين سي جوه الجسم، مش زيادته، لكنه بيزود حمض الاسكوربيك اسيد فقط. فانت هتلاقي عندك حمض الاسكوربيك اسيد عالي ومع ذلك عندك نقص فيتامين سي. وعلشان كده يفضل ان انت تحصل على فيتامين سي اللي تحتاجه علشان تعالج الدوالي السطحية بتاعتك، وعلشان يكون موجود في جسمك بوجه عام فيتامين سي تحصل عليه من الخضروات، ومن الخضروات الورقية بوجه عام. ده المصدر الوحيد اللي هيديك فيتامين سي كتركيب كامل، مش أسكوربيك أسيد فقط زي اللي موجود في الصيدليات. فعلشان تعالج الدوالي بتاعتك مظبوط، وخصوصا الدوالي السطحية، انت محتاج فيتامين سي، ولكن من المصدر الطبيعي زي ما قلنا، من الخضروات، من الأوراق الخضراء، وكمان ممارسة الرياضة بشكل يومي وخصوصا رياضة المشي. ومع مرور الأيام مع ممارسة الرياضة يوميا، الأوردة هترجع لشكلها الطبيعي ولمرونتها المعتادة، هتدخل جوه الجسم وهتختفي من على السطح، وهتبدأ تقوم بوظيفتها المظبوطة إن هي ترجع الدم من الأطراف للقلب مرة تانية. أتمنى إن انتوا تهتموا بموضوع الدوالي ده جدا وإزاي تعالجوه، علشان الدوالي مع الوقت بتأثر على الدورة الدموية بتاعت الجسم، بتأثر على حالة القلب، بتؤدي إلى مشاكل كتيرة، منها لا قدر الله في الحالات المتأخرة بتؤدي إلى ظهور الجلطات. شكرا على المشاهدة، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.